ضمن سلسلة الخطوات القمعية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس ومناطق الضفة، سعيت لسلبهم أبسط الإمكانيات للاعتراض على سياسات سلب الأراضي والهدم وانتهاك الحريات الشخصية. طرحت وزيرة القضاء أيلت شاكيد مشروع قانون صادقت عليه اللجنة التشريعية للكنيست، يقضي بسحب مكانة المحكمة العليا الإسرائيلية كهيئة قضائية أولى ومصادرة سلطتها للنظر في قضايا الفلسطينيين. أولا هو قانون خاص للفلسطينيين يهدف إلى رفع يد المحكمة العليا ورفع مراقبتها على كل الممارسات التي تنفذ ضد الشعب الفلسطيني وضد من يقدم إلى القضاء في إسرائيل من الشعب الفلسطيني. الهدف من وراء مثل هذا القرار هو طبعا ليس الخوف من أن محكمة العدل العليا تحقق العدالة للشعب الفلسطيني، فنحن نعرف أن محكمة العدل العليا محدودة جدا في قراراتها ولا تحقق العدالة، ولكن تحقق شيئا معينا. في كثير من الأحيان يكون هنالك بعض المنطق في قراراتها، وحتى هذا لا يكتفون لا يريدونه. عللت شاكيد مذكرة القانون بضرورة قصوى للتخفيف مما أسمته بالعبء على المحكمة العليا، إلا أن الواقع السياسي يحكي نوايا واضحة ومغايرة لتصريحات شاكيد، حيث تعتبر الأخيرة أن المحكمة العليا تميل إلى البت لصالح الفلسطينيين، وبالتالي تعمل على تخطيها وتحويل القضايا مباشرة لمحاكم الشؤون الإدارية المعروفة بأحكامها الجائرة. بهذا هو جزء أيضا من الضم الزاحف وجزء من ضرب مؤسسة القضاء في إسرائيل. فنحن اليوم إذا حكومة يمينية في إسرائيل تلحق ضررا هائلا في الأسس الديمقراطية وما تبقى من الأسس الديمقراطية لإسرائيل، وعن طريق ضرب المحكمة العدل العليا وضرب السلطة القضائية بشكل عام. بعد أن نجحت شاكيد الأسبوع الماضي بتعيين رئيسة لجنة تنظيم المستوطنات حايا زاندبرغ قاضية في المحكمة المركزية في القدس، تعمل اليوم على تحويل البت في قضايا الفلسطينيين إلى اليد العنصرية الاستيطانية ذاتها، حيث تضمن لها إلغاء دور المحكمة العليا رغم شح القضايا التي حكمت بها لصالح الفلسطينيين في الأساس. عقلية استيطانية عنصرية بات يقض مضجعها حتى القضاء في إسرائيل، لتلاحق اليوم حتى محكمة العدل العليا التي تفتقر بالأساس لأولى أسس العدل إذا ما تعلق الأمر بالفلسطينيين. من مدينة الناصرة في الجليل، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين.